صباح الخير أعزائي مشاهدي متابعي برنامجكم أهالينا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أهالينا. زي ما عودناكم دايما برنامجنا بيتكلم عن كل القضايا، طبعا بنتكلم عن الأسرة، عن المجتمع وكل ما يخص أهالينا. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. أحب أرحب زميلي الأستاذ حسين حسني. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين، نورتنا. أهلا وسهلا أهلا بك يا زميلتي فندم، أستاذة سوزان. الله يخليك. هتعرف بس نفسك للمشاهدين. أنا اسمي حسين حسني محمد، درست إعلام، حبيت مجال تقديم البرامج، وإن شاء الله بدايتي إن شاء الله مع الأستاذة سوزان، وأتمنى إن شاء الله الحلقة تنول رضاكم بإذن الله. إن شاء الله. هنطلع فاصل معاكم وهنعرف كده ان شاء الله، ورجعنا لكم بعد الفاصل. ومعانا مداخله من الدكتور احمد غلاب رئيس جامعه اسوان. ايوه، الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور احمد، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك اخر التطورات التي تحدث في جامعه اسوان الان. طبعا الحمد لله، منذ يومين انا ظهر تصنيف تايم هاير اديوكيشن، تصنيف مجله تايم البريطانيه بالنسبه للجامعات والتعليم العالي. تمام. ومن فضل ربنا على جامعه اسوان انها للعام التالي الثاني على التوالي ان احنا بنحقق مركز متقدم جدا 401 على العالم. تمام. على جامعات العالم، وجامعه اسوان الاولى على الجامعات المصريه. تمام. في 19 جامعه مصريه ظهرت في هذا التصنيف، اللي هو بيعتبر من ضمن التصنيفات القويه اللي بتصنف نظم التعليم العالي والجامعات في العالم. تمام. 92 دوله اشتركت في هذا التصنيف، وحوالي 1400 جامعه، وبالتالي نحن يعني الحمد لله كنا في البوزيشن 401 على العالم. وهذا التصنيف يعني بيكون مرجعه عديد من مؤشرات الاداء. تمام. 13 مؤشر اداء، منها التعليم، منها البحث العلمي، منها الاستشهادات، منها المردود الحادث من الصناعه. تمام. جامعه اسوان الحمد لله نتيجه الجهد والمبذول من قبل الساده اعضاء التدريب. استعداد الجامعه ايه يا فندم للطلاب للسنه الجديده ان شاء الله؟ ايه الاستعدادات اللي بتقوم بها الجامعه؟ ان شاء الله احنا انتهينا من اعلان النتائج ونهايه يعني الامتحانات الخاصه بالطلاب البكالوريوس في الليسانس، تسليم الشهادات لابنائنا الطلاب. بنستعد حاليا للعام الدراسي القادم اللي هيبدا ان شاء الله 17 اكتوبر. الو، ايوه يا فندم، مع حضرتك. اتفضل اتفضل يا فندم، سامعك. اتفضل. الو، بنشكر حضرتك جدا يا فندم، معلش اكيد الصوت بس قطع. بنشكرك جدا يا فندم، ونطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله.
ورجعنا لكم بعد الفاصل من برنامج أهالينا، ومعايا فقرة مواهب، ومعانا الشيف موجود برضو معانا في نفس الفقرة. أول هنرحب بضيوفنا محمد صالح، أهلا وسهلا بيك صالح سالم، والأستاذ محمد حمدي، ومعايا الأستاذ محمد عبده، أهلا وسهلا بيك. وهنرحب بالشيف، أهلا وسهلا بيك يا شيف دنيا النشار، أهلا وسهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. هنسأل حضراتكم كده يا أستاذ صالح، طبعا أنت اللي ماسك الأعمال بتاعتك. إدارة الأعمال الفريق بتاعي. تمام. ممكن نسمع حاجة يا أستاذ محمد منكم، أو نشوف مثلا بداية كل أول إيه؟ إحنا جايين عشان نغني. لا عايزين نعرف بس الأول، بداية كل أول، بدأتوا إزاي هنا، أو إزاي بدأتوا تغنوا؟ أو متهيألي وقت الحلقة مش هيكفي إن أنا أشرح، بس كل اللي أقدر أقوله. بس مين قال لكم، يعني مين قال لكم تغنوا، أو مين اللي سمع صوتكم حلو فقال لكم خلاص غنوا؟ إحنا في البداية خالص لما بدأنا نغني، كان طبعا انا كان سني صغير جدا، يعني كنت بتكلم في 10 سنين 9 سنين، كنت معايا اصدقائي، وطبعا اساتذتي الكبار واخواتي الكبار انا بتشرف بيهم جدا، اتعلمت منهم حاجات كتير، وعلموني ازاي اغني صح، وان ازاي امسك المقام مظبوط، وان ازاي امسك التون، وازاي اغني، نموني بحيث ان انا كبرت لقيت نفسي فعلا واعي وفاهم، قادر اطلع لحن، قادر اعمل اغنيه، قادر اغني. تمام. طيب نروح بس للشيف، هنرجع للشيف تعمل لنا حاجه بس بعد اذنك، عبال ما هم يغنوا لنا حاجه، ونشوف حضرتك هتعمل لنا ايه النهارده. ممكن باذن الله. ايه اللي هتعمليه حضرتك النهارده؟ هعمل كفته الجمبري. تمام. كفته الجمبري دي، او يعني مقاديرها نص كفته جمبري، نص كيلو بس الجمبري بيكون سليم. تمام. انا مش بطحن الجمبري. تمام. خلاص. هحطه سليم، ومعايا بقدونس وكزبره. نص نص حزمه ونص، والبهارات بقى طبعا كمون وملح. تمام. وجوز الطيب، بس يعني شعره جوز الطيب. طيب انا هبقى مش كتير من حضرتك برضو المقادير علشان نكتبها والناس تعرف ايه اللي المفروض يعني يعملوه، عبال بس ما نسمع حاجه من الاستاذ محمد. باذن الله ان شاء الله. نسمع منك حاجه الاول يا استاذ محمد. انا حابب ان احنا نقدم نفسك. تمام. طبعا انا واخويا محمد عبده. تمام. محمد عبده بيغني شعبي، بيغني شعبي كويس جدا، من الناس اللي بتحب البحراوي بطريقه مش طبيعيه. هم اصلا شغلهم بيتو البحراوي صح؟ طبعا. انا سمعت منه كام حاجه بصراحه صوته اثنين حاجه سمبل، هي شعبي قوي ولا هي شرقي قوي، حاجه في الوسط وحاجه بتتكلم. تمام. دراما يعني. تمام. ممكن نسمعها. تمام. مع بعض. تمام. تمام. اتفضل. يا ليه سكينة سرقة الناس والكل بيدبح، سكينة سرقة الناس والكل بيدبح، لا عيش ولا ملح طامر بالجشع تربح، ويا عيني لو اديت تمن تلاقي الغدر حواليك زي الخيل يرمح، لو كتر المال قواك ونساك اللي وقف معاك، عمرك بالندالة يا صاحبي ما تفلح، ده مسير المال يروح والصحبة المخلصة تكون فاتت، هتعيش حلاوة روح، هتعيش حلاوة روح، ومهما تتكلم ساكت، لا صاحب سد في الغيبة ولا حد رد لك اعتبار، لا صاحب سد في الغيبة ولا حد رد لك اعتبار، صحاب سكة ومسلكة في الشدة طاروا زي الغبار، في الدنيا يا تعيش أسد يا تروح، في الدنيا يا تعيش
أسد يا تروح ويا الطيار يا ابن عمي لو مال عليك الزمن وبقيت في الدنيا وحيد هتعيش ميت مزلول ولا حد هيمد لك ايد ولو خسرت الاصيل هتعيش في الدنيا ذليل ولو كسبت الاصيل هتعيش مالك هتعيش ملك بحب الناس وحب الناس يسوى كتير. شكرا. صوتكم جميل والله رائع. لا صوتكم رائع والله ما شاء الله صوتكم جميل جدا. تمام انتوا كلماتكم دي بقى والحانكم. تمام. يعني في كذا عود يعني في الشعب في كلاسيك في شرقي تمام تمام الحاجه اللي احنا بنتميز فيها يعني بيدو شعبي شعبي تمام. شعبي انا ما بغنيش شعبي بس بلحن شعبي تمام فانا بحب اسعد مع الاغنيه دي جدا ما شاء الله ما شاء الله عليك طيب لو حبينا يعني طبعا في الاول اي حد بيغني بيبتدي في الاول تمام الهواية معاكم ابتدت من سن قد ايه؟ الفريق كونتوا بعض ازاي؟ ستة ابتدائي ايه؟ ستة ابتدائي يا 12 سنة طيب كان اي اللي قال يعني كان كل واحد لوحده لسه كنتوا لسه يعني تمام جينا يعني بعد فترة طبعا كبيرة عدينا بقى مرحلة الإعدادية والثانوية والكلية ما شاء الله ما شاء الله طيب. كل واحد عنده حاجة ابتدى يعملها معاك ما شاء الله طيب في البيت شجعوكوا ولا هو يعني قصه اكتشاف الموهبه دي بتيجي يعني ايه من بعض الناس التانية انا ذات نفسي شخصيا لما جيت اكتشفت صوتي كويس اكتشفت فكره القران الكريم تمام بسم الله ما شاء الله تمام انا دي حاجه اكتشفتها في المدرسه من صغري جميل ما شاء الله كانت هوايتي يعني ان انا مزيكا وكده في المدارس حفلات المدرسه وكده طيب. اكتشفت حاجه زي كده يعني في صوتي وربنا كرمني بعد كده ان شاء الله صراحه صوت كويس برضه قابلت اخويا محمد حمدي يعني صدفه احلى صدفه في الدنيا بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله لا انتوا كمان ترتيبات كمان يعني انتوا تعرفوا بعض ولا انتوا اصحاب يعني احنا اخوات اصحاب امين كنا اصدقاء يعني حاجات كتير كلام بعض يعني مش هنقول لكم يعني انتوا تعرفوا بعض لكم فتره فانتوا بقالنا فتره طب الفريق اتكون امتى؟ نرجع بس للشيف نشوفها عملت ايه نرجع للشيف عملت لنا ايه؟ بس كده عملت كفته الجمبري العجينه تمام جاهزه طبعا المقادير بس انا بس عايزه اقول حاجه اتفضلي كان متاح بس قدامي هو المفروض جفته الجمبري تمام تبقى الجمبريه صغيره يعني صغيره تمام بس متاح عندي كان كبير فممكن حضرتك يبقوا ايه يقسموها نصين تمام ما يحطهاش يعني ايه بحاجة. اللي هي يعني لو كبيره في الحجم شويه ممكن نقسمها تتقسم تمام ماشي وزي ما انتم شايفين الخضره والرز المطحون تسلم ايديك رز ايه رايك بقى يا شيف بقى في اصوات الفنانين الاستاذ محمد عبد والاستاذ محمد حمدي ربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله يا رب اللهم امين ان شاء الله ان شاء الله طيب حضرتك بقى يا استاذ صالح معاهم برضو من البدايات ولا انتوا برضو تعرفتوا على بعض ازاي بما ان انت ماسك ليهم شغلهم تمام انا ابتديت معاهم واحده واحده طلعنا مع بعض واحده واحده تمام كنا نقف مع بعض ونقعد واحده وبدل ما حد جاري معانا احنا كلنا ايد واحده تمام اي حاجه طبعا يعني اي مثلا شغل يجي لهم اي حاجه تجي لهم يبقى عن طريقك ولا تمام طيب ممكن نسمع حاجه ثانيه ممكن نسمع بقى الست ام كلثوم عشان وحشتني تمام بعد كده نغني الطبطبه عشان استاذ حسين البسمه تمام اتفضل برضاك يا خالقي لا برضاك يا خالقي لا Oh,
يا خالقي لا رغبتي ورضاي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي أبلغ بصوتي يا ربي شكوتي وبكاي لما ناجي ولما ناجيك لما استمع شكواي. تمام، ممكن نشوف فيديو بقى لمحمد ومحمد برضو، اما الاثنين محمد، محمد عبد ومحمد حمدي، ممكن نشوف لهم فيديو. رمضان لمت زمان لمت جيران عشرة سنين رمضان أحلى أيام بينسينا زعل السنين رمضان يعني الثواب يعني الزكاة المحتاجين رمضان بعد الغياب بيهل ويداوي الحزين سحور سعيد فجرية ده هلاله هل عليا سحور سعيد فجرية ده هلاله هل عليا سهرة رمضان وحشاني والفرحة بانت في عيني فرحان بلمة رمضان لمة رمضان ليها إحساس تاني رمضان هدى وإيمان ذكر وقرآن رمضان عالم تاني فرحان بلمة رمضان سحب القناصة وقال لي روح الحسين حضرنا السهرة هنفطر برا ما تشوفوا هنروح فين صاحبي الخلاصة سحب القناصة وقال لي روح الحسين سعيد المغربي يا سرح سرح في ريحة البلح مستني المدفع يضرب مش قادر هيموت عطشان رجعنا بعد ما سمعنا حاجة للشباب بصراحة أصواتكم جميلة جدا ما شاء الله لا بجد حاجة هايلة يعني طبعا عايزين نذكر الأستاذ أحمد عمر العواد في غيابه يعني ما شاء طبعا. الله طبعا هو كان المفروض يجي معاكم ده المايسترو ده لا ما شاء الله أنا شفت الكليب كله بصراحة هو كعود يعني ما شاء الله عليه يعني عواد ما شاء الله عليه رائع ربنا يا رب يوفقكم كده يا رب بالتوفيق إن شاء الله استاذ حسين تكمل مع الفيلم. انا عندي اسئله كتير بصراحه عايز اسالهم يعني الشباب ما شاء الله يعني اصواتكم جميله جدا يعني ربنا يوفقكم باذن الله طيب لو نرجع شويه لورا معايا مداخله كانت امتى كونتوا الفريق امتى
وكمان يعني موجود معنا صالح مدير الاعمال يعني كيان مكتمل. امتى الموضوع يعني؟ الصوت قطع بس معلش المكالمه قطعت. صغير يعني مش من فتره بعيده من سنتين. طيب اوكي نكمل. سنتين تمام. السنتين دول احنا قدرنا ان احنا يعني ها ناخد خطوتين حلوين. تمام. اما فقبل كده لا فاحنا كنا مكونين كذا فرقه قبل كده. يعني كان في مواهب كتير مزيكا ما بين مزيكا ما بين طبال ما بين حاجات كتير جدا. واشتغلنا في الشعبي واشتغلنا في الكلاسيك واشتغلنا في حاجات كتير جدا واشتغلنا في الاندر جراوند واشتغلنا في شغل حفلات سيد الصاوي وتبع وزاره الثقافه وابتدينا من هنا يعني. تمام. طيب استاذ محمد لو سالنا معانا تليفون معانا. طيب نشوف تليفون ونرجع لحضرتك. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الو مين مين استاذ محمود؟ انا محمود. ايوه اهلا بيك يا استاذ محمود نورتنا. ربنا يبارك لك يا استاذ. الله يخليك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل اتفضل معاك. سامعك. انا مداخله مع مدام دنيا صح؟ اهلا وسهلا بيك اتفضل معانا. مدام دنيا على الهوا مع حضرتك. اتفضل. ازيك يا مدام دنيا؟ ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. ايه راي حضرتك في اكل مدام دنيا؟ لا الله اكبر يعني احنا مدام دنيا ما نعرفش نقول عنها ايه يعني. جربت اكلها يعني؟ كتير اكتر من مره. تمام. ايه اكتر اكله حلوه بتحبها من مدام دنيا او اي اكتر اكله بتكون؟ البط المشوي. تمام. والمحاشي كلها بقى فنجان عروس وابيض وكل. تمام. لا هو بمناسبه المحشي والحاجات دي بصراحه هي بتبقى بشوف عندها كمان على الصفحه حاجات رائعه ما شاء الله يعني. لا واكلها نظيف ونفسها في الاكل لا يعلى عليه. احنا لسه شامين بس الريحه بس احنا لسه يعني ما جربناش بصراحه الاكل. والرقاق باللحمه المفرومه والطريقه بالفراخ بالبطاطس. تمام. والرز المعمر والحمام المحشي والمخلل بكل انواعه. تمام ان شاء الله. شكرا شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. اتفضل. وصلت لفين؟ هتعملي ايه دلوقتي بقى؟ هتحمريها ولا ايه؟ بس تمام. ابقى انزل بالمقادير. تمام اتفضلي. انزل بس بالمقادير ممكن. لو سمحت. تمام. نص كيلو جمبري. نص كيلو جمبري. نص كيلو عليه كوبايه. تمام. كوبايه ايه؟ كوبايه رز مطحون. تمام. بس الرز المطحون انا بعمل نص كيلو جمبري وكوبايه رز مطحون. كوبايه الرز المطحون. تمام. انا بنقعها قبليها بفتره. تمام. قبليها بليله يعني. تمام. وبعد كده اخدها اطحنها في قلب المطحنه. تمام. وهاخد بس كوبايه. دي مقادير ال كيلو. تمام. نص معلقه ملح. الملح تبع الرغبه. تمام. يعني اللي عايز يزود ملح عادي يزود ملح. تمام. الملح والسكر انا دول سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. تمام. يعني دول عدو الصراحه. تمام. نص معلقه ملح. تمام. ذره فلفل اسود. تمام. ذره جوز الطيب. تمام. ذره كمون. تمام. لا نص معلقه كمون. نص معلقه. تمام. نص معلقه كمون. تمام. وبشر ثوم ناعم. تمام. ونص حزمه كزبره. لا بتكون شبك. بتكون في عليها خضره علشان تديها بالزبط. اللون ده. تمام. والجمبريه تبقى في حالها. تمام حبيبتي. إيه طيب ايه اكتر حاجه بتحبيها في المطبخ يعني تدخلي تعمليها وبتكون سهله معاكي وبسيطه؟ يعني الحمد لله رب العالمين بحب المطبخ يعني. تمام. بحب ابتكر. يعني دلوقتي يعني بتحبي الشرقي اكتر ولا الغربي اكتر؟ شرقي وغربي الحمد لله. حادق وحلو ولا الحمد ده الاثنين مع بعض؟ طب كويس. تمام تمام حلو جدا. طيب الو معايا مداخله. ازيك يا استاذه سوز؟ ازاي عامله ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. انا مي. استاذه مي اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله منوره الدنيا طبعا والحلقه منوره بيكي والله. تسلميني يا حبيبتي. ميرسي جدا. شكرا لذوقك يا مي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي دايما من نجاح لنجاح يا رب العالمين. ربنا يخليكي. شكرا شكرا لذوقك يا مي. اتفضلي حبيبتي معاكي الاستاذه دنيا. ازيك يا مي حبيبتي عامله ايه؟ الو الو قطع فصل. شكرا يا مي. نشكرك يا استاذه مي.
طيب نرجع لشبابنا كده نسمع حاجة من الأستاذ محمد عبده ممكن؟ أستاذ محمد؟ يا ليلي يا ليلي يا ليل يا عيني يا ليلي يا قدام كل اللي عاشوا عليا وعملوا معلمين اللي يوم اداني حاجة اللي يوم اداني حاجة يجي يسأل هي فين حسابات ولازم تتصفى عشان قلبي انا استكفى حساباته لازم تتصفى عشان قلبي انا استكفى والكفة هي قصاد الكفة وطلعت مديونين محدش له خير عليا عمري ما مدت ايديا اللي يوم اداني قرش خد مني صدومي محدش له خير عليا عمري ما مدت ايديا يوم اداني قرش خد مني صدومي واقع في زمان مش زماني مع ناس بتقلب تماني من فيهم احتاجته شني من فيهم احتاجته شني او مر حس بي. شكرا. جميل روعه ما شاء الله عليك صوتك روعه. طيب نختم بقى الحلقه يا استاذ. هو الوقت المفروض اول الوقت بس عشان الوقت معانا معلش بس احنا كده الاكل كده خلاص ده بعد ال مسألة طبعا الكفتة وتقولي الجمبري تمام تمام وده صبيط و تمام صبيط اوكي سمك فيليه تمام سمك مقلي تمام وجمبري تمام بانيه والحلو ايه؟ الحلو بسكوت الاوريو تمام بالمكسرات وكده بس لو عايزين مقادير انزل بيها ان شاء الله طيب ان شاء الله تمام لا حلو هايل والله طيب معلش بقى الوقت خلص بنعتذر والله وان شاء الله يكون لنا حلقات مع بعض تانية اخرى ان شاء الله ونرحب بنشكر ضيوفنا طبعا معلش طبعا انا والله مش عارفه اصلا اقول لكم ايه عشان بس خاطر اللي حصل معلش هنعوضها ان شاء الله مره تانية باذن الله تعالى باذن الله شرفتونا كلكم وشرفتيني طبعا يا استاذه وان شاء الله مع فقرات تانية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.